يحتسب ضربة جزاء. عنده إمكانية للتعادل الآن عن طريق إلتون جوزيه. إلتون يحط كرة بالجول بالجول بالجول، هدف تعادل لمصلحة الفتح عن طريق إلتون جوزيه. إلتون يسجل من ركلة الجزاء، لكن يعني ربما الفتح الآن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 30 من عمر المباراة وعن طريق إلتون جوزيه يسجل ويحط الحارس في الزاوية ويحط الكرة في الزاوية الأخرى، وبالتالي الهدف التعادل يسجل عن طريق إلتون جوزيه الذي يسجل هدف ثاني مع الفتح منذ أن جاء للفتح والعودة للدوري السعودي مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية بعد أن كان يلعب